ولسه مكملين كلامنا وحلقتنا الخاصة جدا عن ثورة 30 يونيو. من 11 سنة وزي الأيام دي بالظبط كان أكتر موضوع متصدر الترند وكل الناس تقريبا بتتكلم عنه هو استمارة التمرد، واللي كان ليها أهم دور تقريبا في تجميع الشعب المصري كله على كلمة واحدة وهي رفض حكم جماعة الإخوان الإرهابية لمصر. وعشان نفتكر أكتر مع بعض الأيام دي وأهمية الدور اللي قامت بيه حركة التمرد ومدى تفاعل الشارع المصري معها، هيكون معنا دلوقتي على زوم صانع المحتوى محمد خالد. مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء النور. في البداية عايز أعرف منك إيه أكتر حاجة فاكرها عن اليوم ده؟ هو بالنسبة ليوم 30/6 كنا لسه جيل صغنن، كنا لسه مش أنا جيل 20 ولا، فإحنا كنا نقدر نقول إحنا كنا وقتنا في أولى إعدادي أو تانية إعدادي، ولكنه كان يوم مؤثر، كان يوم ملحوظ، يوم كان الواحد كان فاكر إن في ناس كتير قوي في الشارع، فاكر إن ناس كتير من أهله كانوا مستنيين اليوم ده. طيب احكي لنا أكتر عن الحالة اللي صنعتها استمارة التمرد في الشارع المصري. بالنسبة للتمرد هي كانت حالة، هي كانت حالة كده من من نقدر نقول رد فعل ناس كانت مستنياها وقتها، مستنيه ان هي يكون ليها رياكشن على اللي كان بيحصل، ان هم كانوا عايزين يردوا على اللي كان بيعملوا الاخوان وقتها، تمام؟ وده كان رد فعل من الشعب، يعني كان رد فعل شعبي في المقام الاول، يعني ده حاجه تم اتخاذها او حركه تم اتخاذها من الشعب مش من جهه معينه. طبعا. وده اللي كان يعني انا حتى ما بقى لما بنيجي نتكلم عن التمرد هي الفكره مش في التمرد نفسها، على فكره ان هو كان رد شعبوي على اللي حصل. وكان تهيئة للي جاي. ليه جماعة الإخوان كانت مصرة على إنكار الواقع ورفض فكرة إن في ملايين المصريين وقعوا على الاستمارة بتاع التمرد طبعاً؟ لأن طول عمر الجماعة اللي يمتد دلوقتي فوق 80 سنة كانوا مستنيين الفرصة دي من زمان قوي، من وقت نشأة الجماعة. بس كان حظهم إن كان الجيل اللي كان ماسك أو واقف إيده الفرصة هو كان أسوأ جيل، كان أكتر جيل مش عارف يتفاهم. يعني أنا مثلا بقول حاجة بسيطة جدا، الإخوان زيهم زي أي تيار كان جات له الفرصة إنه يثبت نفسه. بس هم ما عرفوش يستغلوا الفرصة كويس، بل بالعكس إن هم ابتزوا الشعب ولا عرفوا يعني يتفاعلوا معاه. كان يعني دي فرصة ناس كتير يعني التيارات كتير قوي بتتمناها، بس هم حتى ما عرفوش يستغلوها كويس، فده كان إنكار من الواقع لأن هم ما كانوش عارفين يديروا أصلا، إن هم ما كانوش كفاية. طيب ممكن نفتكر مع بعض الأسباب اللي خلت أكتر من 22 مليون مصري يوقعوا على استمارة التمرد؟ الأسباب الأهم هي الأسباب الأمنية. الأسباب إن البلد ما كانتش أمان، ده كان أكتر سبب ممكن يحرك إنسان من مكانه، إنه حاسس إن هو مش أمان، حاسس إن ممكن بيته يتكسر عليه في أي وقت، حاسس إن في ناس معينة بتاخد البلد حضنها بناحيتها، بتنسبها لنفسها، بتاخدها في تيار مختلف تماما، بتحولها إلى شبه دولة. وكمان من ضمن الحاجات اللي كانت صعبة قوي واللي كانت غير متوقعة إن الإخوان كانوا ماشيين في مشروع اسمه مشروع خلق قوة تانية زي الحرس الثوري الإيراني على نفس النمط بالظبط، وكان في قيادات من الحرس الثوري الإيراني كانت موجودة عشان تساعدهم في ده. أخيرا تفتكر مصر كان هيبقى شكلها إيه دلوقتي لو ما خرجش المصريين في 30 يونيو وكمان 3 يوليو؟ الشكل الواضح قوي إن هي كانت هتبقى حرب أهلية، حرب بين طرفين وطرف منهم كان هيبقى مسلح، والموضوع كان هيبقى صعب جدا. يعني احنا اصلا بعد ما حصل الثوره فضلنا نحارب في الارهاب اكتر من 8 سنين، فما بالك ده لو ما كانش حصل اصلا. استاذ محمد خالد صانع المحتوى، بشكر جدا حضرتك على المداخله. شكرا.